السلام عليكم وأهلا بكم. نحب نفرح حضراتكم النهاردة بخبر اكتمال الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني. الارتفاع وصل حاليا ل 385 متر، وبعد اكتمال أعمال الحديد ووضع الساري هيوصل طول البرج تقريبا ل 400 متر. هنعرف كل التفاصيل عن البرج الأهم بالعاصمة الإدارية والأطول بأفريقيا، تابعونا لآخر الفيديو. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. في البداية كان بيجي لنا سؤال بيتكرر في بعض التعليقات، هو إيه الاستفادة من البرج الأيقوني أو الأبراج عموما؟ وردينا بالتعليقات، لكن هنوضح سريعا. العالم كله أصبح بعصر الوان بيلدينج أو المبنى الواحد، بمعنى أن كل الخدمات تكون متوفرة في مكان واحد، وده اللي بيدور عليه النزيل أو الزائر لأي مكان في العالم. وده أحد أسباب نجاح دبي إنها تكون أفضل وجهة سياحية لفترات طويلة، وهي بالمناسبة أكتر مدينة بتحتوي على أبراج شاهقة الارتفاع. سياحة المنتجعات الفندقية لازم يقابلها سياحة الأبراج. البرج الأيقوني هيوفر آلاف الوظائف المباشرة في الفنادق والمطاعم والمولات الموجودة فيه، وهيوفر فرص استثمار لشركات وبنوك، وهيوفر عائدات كبيرة، وهيكون أكبر منطقة جذب استثمارية في حي المال والأعمال بالكامل. ووضحنا أن الشركات الكبرى والبنوك حاليا بتفضل الاستثمار في الأبراج، لأن البرج هيكون فيه فندق كبير ومميز وليه إطلالة على أهم معالم العاصمة الإدارية، وهيحتوي على مطاعم ومولات عالمية، والأسباب دي اللي بتخلي السياح ييجوا مخصوص من كل بقاع العالم عشان يزوروا برج خليفة في دبي بوصفه أهم المعالم في المدينة. نفس الشيء مصر طبقته من 60 سنة، وهو برج القاهرة اللي مازال قائم وظل لسنوات طويلة أهم منطقة جذب سياحي في القاهرة، ومازال بيتوافد عليه الزائرين حتى الآن. البرج الأيقوني هيشهد الفترة الجاية الانتهاء من أعمال الحديد وتشطيب الواجهات الزجاجية، والافتتاح هيكون أول العام القادم في يناير 2022 إن شاء الله. بعد سنين طويلة جدا هتقول احنا اللي عملنا ده، رسم تاريخ مصر الايه؟ تاريخ مصر الحديث، الدولة الجديدة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.